لو عرفاني هيك ما كنت لبسته. اتركي نايا تتصرف، هي أدرى باللي عم تساويه. شلون يعني اتركها؟ أخذ الأولاد تحطهم بالنص بين اثنين بدهم يتخانقوا. ماما أنا أخذتهم للأولاد كرمال ما نوصل للخناق. وإذا وصلتوا؟ ساعتها شو رح تعملي؟ حكينا أنا ونايا بهي القصة بالسيارة، وإذا حسينا إنه الموقف ما خرج يتسيطر عليه، نايا بتاخذ الأولاد وبتنسحب. استنوني أنا رايحة معكم. خليكي هون. روحي بابا. وكل ما صح لك اتصلي فينا وطمنينا. أكيد بابا أكيد. يلا كرم خلينا نمشي. نمشي لوين؟ مهند لسه ما اتصل. يعني إذا رحنا بالسيارة لوين بدنا نروح؟ منروح لعندكم على البيت، أأمن وأحسن محل ننتظر فيه. إذا رحنا على البيت الكل رح يعرف بمشكلة حازم، وما بستبعد عمتي عصمة بتتصل وتخبر أبي. معناتها خليكم هون أحسن شيء، انتظروا الاتصال عنك. يلا فوتوا تفضلوا ارتاحوا. مرحبا. أهلين. ما أبرد قلبك؟ ليش جاي؟ واحد أخوه رايح يعمل خناقة، ما بيعرف لوين ممكن توصي، بيجي على البيت هيك بكل برادة. وفي وحدة بكل برادة بتقول لجوزها شو اللي جايبك؟ يا ستي ما عرفت وينه حازم، ودورت على عنوان شركة كامل كمان ما عرفته، شو بعمل؟ بنزل بدور بالشوارع لحتى يبطل بقلبي بارد؟ لا تقبرني، مو هيك قصدي أنا، بس يعني إنه مثلاً اتصل بنايا، اتصل بكرم، شوف شو صار معهم. هدول ما رح يفيدوني. مشكلتي مع حازم اللي قالب مثل الأولاد الصغار، يعني ما عم بفهم هاي القصة اللي صايرة معه. أي قصة؟ يعني شي الأولاد، شي ريم وذكرياتها، شي نايا، إيه خلاص زادت عن حدها بقى، ما بقى تنطق. لك يا حبيبي، الله يعينه، تعرف إنه حياته مانا متوازنة. بكل الأحوال راسي عم يجعني كتير وجاي على بالي فنجان قهوة، بعد إذنك. على عيني. مالك زعلان؟ لك لا. أي نظيم؟ أي أنا ونايا عند أهلها بالبيت. ماشي، شو بصير معي بخبرك. باي باي. بدك وجهة نظري؟ أكيد لك، أنا شو عم بحكي لك؟ أنت لازم تديري بالك على حالك، وإذا بدك الصراحة أكثر، يعني أنت لازم تقدري قيمة حالك. يعني إذا صرتي نجمة كل يوم بيجيكي 10 عرسان، أما مو كل يوم بتجيكي الفرصة لأنك تصيري نجمة. بس كرم جوزي وأنا بحبه. وهذا الحكي مو ضد كرم، بالعكس، أساساً لو كرم بيحبك لازم يدعمك ويوقف جنبك. وكرم عم يدعم طموحاتي، بس مشكلته مع أهله. أهله ضد فكرة أنه المرأة تشتغل، لازم تكون ست بيت. هون بتعرفي إذا كرم بيحبك ولا القصة مجرد حكي. رجع اتصل برفيقه لحازم. من شوي حكيته، ما حلي ارجع اتصل فيه. انا رايي حازم اوعى من اني ورط حاله بهي المشكله. هاد مهند. الو؟ اي مهند؟ اي طبعا بعرفه. طيب يسلم ايديك، عذبتك معي. ماشي بخبرك شو بيصير معي. باي باي. امشي يلا. يلا يا بنتي. عرفنا وين مشيتك. على حالكم، طمنونا، هو بيوصلوا. يلا بنتي وبابا. يلا باي حبيبي. باي جدا. مع السلامة.
عم تلعب فيني يا سيد كامل؟ عم تلعب فيني أنا؟ بشرفي إذا بدي نام هون قدام باب شركتك، مالي رايح لحتى أشوفك. بسيط. مظبوط، الشركة صايرة برأس الشارع حسب ما وصف لي مهند. عرفت عرفتك، هلا باخذ السيارة والحق. ماشي ناظم، اوعك يوصل الخبر لحدا من اهلك. لك لاولو اخي، ما في غير سماح جنبي. على الاغلب نحن رح نوصل قبلك، لا تتاخر علينا. ولا يهمك، دير بالك على حالك، مع السلامة. شوفي خوفتني. لك ما في شيء، انت الثانية بتخافي من كل شيء، قصص شغل عقود ومصاري، هاي هي كلها. بدك تروح؟ ايه طبعا بدي اروح، ما سمعتيني شو عمله؟ ملا لكن ما بدي اتاخر عليهم. بدك شيء؟ سلامتك حبيبي. يلا بيبا. كرم بليز عجل شوي. عادي بقى، والله زار نظري منك. يا لطيف بأبرد قلبك، صهرك واقع بمشكلة ويمكن ما يطلع منها، وانت قاعد ما عم تحرك ساكن. يا عيني يا روحي، نحن مالنا دور، أهله موجودين حواليه، تدخلنا يمكن كبر المشكلة وما يصغرها. بس كمان لا حول ولا قوة إلا بالله. شو اللي جابك لهون انت؟ شو اللي جابك لهون؟ فهميني شو جابني لهون؟ بليز بدك ترجع معنا على البيت هلا. عازم اخي، خذ مرتك واولادك واطلع بالسياره. يلا اطلع بالسياره، كتب الاولاد يلا بسرعه. اطلع بالسياره، اطلع بالسياره، ما راح اتركه، ما راح اتركه. اطلعي امشي معي يلا. شو اللي جابك لهون؟ شو اللي جابك لهون؟ كيف بدي امشي معك انا واترك اولادك نصاب ياكل لي حقي؟ حازم مو قدام مرتك واولادك بتعمل معي. ما راح اتركه، ما راح اتركه. خذ لي اياهم على البيت. حازم ما حاتركك، بعدين بنتصرف معهم. امشي يلا، امشي معي يلا يلا اطلع. فيك تعطيني سبب واحد بس ليه حاسس بهالذنب كله؟ عشو عم تلوم حالك؟ فيك تعطيني سبب واحد بيخليكي تروحي لقدام شركة كامل؟ ها؟ شو رايحة تعملي؟ تنقذيني من مشكلة؟ شو رايحة تعملي؟ فاهميني؟ وأخدي معك الأولاد؟ حلوة يشوفوني يعني؟ عم بنضرب مثلا؟ تنبسطي؟
يعني فكرك ما كانوا رح يشوفوك؟ كانوا رح يشوفوك بس وين؟ يا بالمستشفى يا بالحبس، أحسن هيك؟ حازم كم مرة بدي أقول لك أنا بخاف عليك، بحبك. نايا إذا بتحبيني بعدين بعدين، أنا واحد مجنون. لا منك مجنون، أنت صرت هلأ بالنسبة لإلي كل شيء، زوجي، حياتي كلها. كيف بدك أبعد عنك وعم قلك بعدني أنا بحبك؟ بس أنا ماني قدران كون إليك منيح. طب مش مشكلة ما تكون إلي، بس كون معي. كيف يعني كيف؟ كيف بدك تكوني مع واحد مو إليك وقلبه مو معك؟ كيف؟ حط عينك بعيني وقل لي إنه قلبك مش معي. يلا هلأ بتبشنطي وفل وما بتشوفني بحياتك، قل لي. نايا أنا ما بكرهك، بس إذا أنت بدك تضلي بهي الطريقة فأكيد رح أكرهك، أكيد. ليك أنا فهمانتك وحاسة فيك، بس أنت هلأ صرت جوزي ونحن عائلة واحدة، مش بكلمة منك ومزاجيتك أنا بفل وبرجع وقت اللي أنت بدك. بدنا نضل سوا وبدنا نشتغل على كل مشاكلنا، وأنا إلي حق أني أسألك وأعرف ليه أنت تعبان وخاف عليك. بس أنا تعبت، تعبت من هاي العيشة، تعبت من هاي الطريقة، تعبت من هاي الحياة، تعبت. ما عايش اللي بتعبك يا عمري، ما أنا حدك، أنا بدي أكون حدك تساندك بكل مشاكل حياتك، أنا هون. صدقتي هلا؟ قلت لك القصة كلها ما راح يطلع منها شيء، حتى لو ما وصلت نايا والولاد بالوقت المناسب. يا لطيف ما أبرد دمك، كنت حاسة حالي رح انجلت قبل ما أعرف شو صار معن واتطمن. المهم هلا ترجع المياه لمجاريها بين حازم ونايا. إن شاء الله، الله يسمع منك. آمين يا رب. رح أتصل. لا وأعرف. لا تتصلي، خليها تتصرف لوحدها، والأخبار رح توصلك أول بأول. هنين كلمتين بدي أحكي معه وأعرف. ليليا اسمعي مني وبلا الحشرية هاي. حشرية؟ ماشي يا فؤاد، حشرية حشرية ماشي. ما تكون أنانة، العلاقة اللي بيني وبينك مش بس نحنا، نسيان نور وجود. نحنا تجوزنا كرمال الولاد، مزبوط ولا لا؟ صح صح، هذا الحكي يقولي لحالك. لحظة لحظة، بتكون مفكر تجوزني كرمال أنا أكون مربية لأولادك أو خادمة عندك؟ ما تخلط الأمور. ما عم بخلط الأمور على فكرة أنا، بس هذا الشيء اللي مخليني بعد عنك. ما فهمت. حكينا بهذا الموضوع أكثر من مرة، مرة ومرتين وثلاثة وأربعة حكينا فيه. حكينا فيه مليون مرة، بس أنا بعد ما فهمت، خلينا نحكي بعد لنلاقي حل. أنا ماني قادر أكون الرجل الكامل لإلك ولا الزوج الكامل لإلك. مين قال لك أنا بدي زوج كامل؟ ليه ما عم تعطي علاقتنا وحالك فرصة؟ أنا اشتكيت شي؟ ما هو المشكلة؟ ما هو المشكلة أنت ما عم تشتكي؟ وأنت ساكتة، ما هو المشكلة؟ مين قال لك إنه أنا ساكتة؟ ما كل شي عم بعمله بحياتنا هو دليل رفضي للحالة اللي أنت مصر تغرق حالك فيها. بعرف، أنا بعرف حازم إنه أنت مفكر حالك سبب موت ريم، وإنك حامل كل هالذنب على كتافك. لأنه أنا السبب، لأنه أنا السبب موت ريم. في شيء اسمه قضاء وقدر، هيدي مشيئة ربنا. ليه عم تحمل حالك كل هالذنب؟ حادثتها ما خصك فيها، ربنا كتب لها تموت بهالنهار. لا تهوني علي، لا تهوني علي. لكي أنا ماني غبي لحتى أقتنع بكلمتين ثلاثة. طيب رح روح معك بهالقصة، خلينا نقول أنت قتلتها. يا خي قتلتها عمدا، شو بتعمل يعني لتكفر عن ذنوبك؟
خلينا نواجه هالحقيقة المرة. قلي شو بتعمل؟ بتروح بتضربه للتاجر؟ بتقتل مين ما غلط معك؟ بتدمر حياتنا كلها؟ بتدمر عائلتك وولادك وعلاقتك معي كل حياتك؟ هاي الطريقة لتكفر عن ذنبك؟ مش هاي الطريقة حسن، لازم تلاقي طريقة تانية، طريقة إيجابية نلاقي فيها حل. هاي الطريقة اللي أنت ماشي فيها رح تدمر حالك، تدمر العيلة وكل اللي حواليك. هيدا عقاب للنفس؟ هيدي الطريقة اللي بدك إياها؟ خلينا هلا نحكي بلا انفعال ونروق شوي. وهيك وهيك. انا كل اللي بدي اياك تفهمه انه انا بخاف عليك وبحبك. ولو صار لك شيء بسبب هالمشكله ما كنت سمحت حالي بحياتي. ليش انت شو دخلك؟ كيف شو دخلني؟ انا مرتك، بخاف عليك، كل شيء بخصك بخصني. يا نايا يا نايا، يعني انت لو رحتي وشفتيني عم بتخانق معه، شو كنت رح تعملي؟ شو كنت عملت؟ كنت ضربته. منيحة كنت ضربتي. ايه اكيد كنت ضربته، كنت فضخت له راسه بكعب سكربينتي. عن جد انت عم تحكي؟ بتعمليها وبعمل ابوها؟ شو فكرك هلا شايفني رايقة وهادية؟ بس لا، وقت الجد بعجبك كنت قبرته. الله يستر. هلا انا بس اللي بدي افهمه، كرم وحازم ليش ما عم يجوا يشوفوني؟ طب ماني امهم؟ ما بدي اعمل انا عمليه بكره؟ لك حتى تليفون ما دقولي. لا ماما لا، مو هيك القصه. اذا بدك الصراحه انا قلت لهم لا يجوا. ليش امي؟ يعني ما في سبب والله، بس قلت عجقه وما في داعي للضوجه وخفت عليك يوجعك راسي. لا بس هدول اولادي ولازم اشوفهم انا. ماما حكي سماح مزبوط، بعدين انت لسه ما عملتي العمليه. روقي ناس الكل وحياة عيونك عندي، بس نروح على البيت لابعث لك اياهم منيح هيك؟ تقبرني. حبيبتي. ايه هيك بتحكي بتحكي. خلي لي اياكم، خلي لي اياكم يا رب. انا يعني الحقيقة كنت عم علمهم كيف ممكن بوقت قصير يعني يتعلموا يسمعوا، تكون أدنى موسيقية بهالمعنى، يعني يسمعوا الموسيقى الجميلة الراقية، يعني بدون ما يتعودوا على أشياء بتأذي أدنهم وشغلات ما لها منيحة أبدا. يعني بتعرفوا أنتوا أنه الموسيقى الحلوة بالنهاية القديمة مثل السيدة أم كلثوم وهي الأشياء، يعني بتخلي الطفل ينبنى على شغلات كتير منيحة. ما بعرف كيف هيك صار بس
بس يعني قلت لحالي انه بيسمعوا اغاني مهمه فيها موسيقى راقيه يفهموها يحسوها احسن ما عم يسمعوا هي بسيت توماس. يعني انا الحقيقه اذا بقعد 10 سنين ما بفهم شو ترجمتها هي الاغنيه، عرفتوا كيف؟ فيعني عموما صباحوا على خير، روح نام انا. صباح الخير. انا مبسوطه كثير مشان حازم ونايا، منيح انه سوء التفاهم اللي بيناتهم اختفى. هذا هو الحب الحقيقي، حب قائم على الصراحه والتفاهم. نحن كمان لازم نصير مثلهم، لازم ننسى مشاكلنا، ننساهم نهائيا ونعيش مبسوطين. ايه نحن لازم نحكي مع بعض اكثر، لازم نكون صادقين وما نخبي على بعض شيء مشان حبنا يكبر اكثر واكثر. ما خليه يصير شيء ايجابي بهالعيله. كرومه انا حروح على التصوير ساعه زمان، ما بتاخر. انت عندك تصوير بالليل؟ الاستوديو معجوز بالنهار، بدنا نضطر نصور بالليل. نغم انت يا دوبك هلا راجعه من الاستوديو، ليش ما خلصتي كل شغلك ورجعتي؟ كرومه عندي ساعتين استراحه لبين ما يغيروا الديكور والاضاءه، قلت بجي بشوفك وبطمن عليك. شو هالشغلات؟ لا عاد ليلنا ليل ولا نهارنا نهار، لك على القليلة نقعد مع أهلي شوي. بتحب أترك الشغل لأقعد بالبيت وترتاح أنت ولا أتفرج على مسلسل حازم ونايا؟ مسلسل؟ نغم شو هالألفاظ هي؟ كرم شكلك حابب تعمل مشكلة، ولا بدك ياني انزل اقعد مع اهلك مشان اسمع حازم بيحب ريم، حازم ما له قدران ينسى ريم، حازم ما بيحب نايا، حازم لازم يرجع مثل الاول، اخلصنا بقى والله مليت. من شوي كنتي عم تمدحي بحازم ونايا، شو اللي قلبك عليهم؟ انا ما قلبت عليهم، هن على سلامتهم، بس حاجة نحكي بسيرتهم، اشتهيت شي مرة وحدة بس تحكي عني باعجاب مثل ما بتحكي عن نايا. بتعرفي انا ليش بحكي عن نايا؟ لأنه بتقدر قيمة الحب والزواج والعيلة، مشان هيك أنا معجب فيها. بيعجبني كيف بتدافع عن كل هدول بالوقت اللي تزوجت هي وحازم زواج تقليدي، أما أنا وياكي أخدين بعض عن حب. أصلاً ما حدا رح يكرهني بناية غيرك أنت. ليش أنت بتحبي حدا؟ أنا من يوم ما عرفتك ما بتحبي غير نفسك، نغم وبس، وشغلك بالتلفزيون زاد حبك لحالك أكتر وأكتر، يعني كبرت أنانيتك. عم تقول عني اني أنانية؟ يعني إذا حبيت حقق أحلامي صرت أنانية؟ لا، بس اللي بده ينسى أحلام عيلته مشان يحقق أحلامه هي اسمها أنانية. تعرف؟ حكيك هاد خلاني أعرف شغلة كتير مهمة. عرفت ليش بتقول عني اني أنانية؟ لأنه أنت واحد بلا أحلام وما عندك إرادة لتحقق أحلامك، أنت مجرد ظل لأهلك، خليك ماشي ورا أخواتك بدون شخصية وبدون طموح. برافو برافو برافو، شكرا لانك فهمتيني الحقيقه. هذا هو الاحترام اللي مخبيتيه لزوجك يا مدام؟ لك يا كرم انا ما عم هاجمك، انا بس عم بحكي هذا الحكي لوعيك لتوعى لحالك ومستقبلك. قبل ما تحاضري علي قولي لي وين كان احترامك لما وصلك السيد مازن لباب البيت بسيارته؟ ليش ما خبرتيني؟ ليش ما اخذتي اذني؟ ليش ما خبرتيني لما اجيتي على البيت؟ خلصنا بقى، لسه واقف لي على الوحده؟ مين وصلك ومين حكى معك؟ أنا ما عم بغلط لحتى أقدم لك تقرير برر فيه تصرفاتي. نغم طلعي لبرا، طلعي لبرا، ما بقى بدي شوف وشك، طلعي. هيك عم تحكي معي كرام؟ عم تقلعني؟ ماشي رح أطلع بس ما رح أرجع بقى. الله معك. مجروح منك مجروح تيرجع قلبي دقلك لا مش مسموح. مجروح منك مجروح
لحدا غيرك عم بتعيش فيها الروح. مجروح منك مجروح تيرجع قلبي دقلك لا مش مسموح. مجروح منك مجروح لحدا غيرك عم بتعيش فيها اللوم. ناطرين ياخذوها على العمليه. شو ماما خايفه؟ لا ماما ايماني بالله كبير. كيفك يا بنتي؟ الحمد لله بخير. المهم عم نطمن على ماما. الله يرضى عليكي. أنا من امبارح بالليل كنت بدي دق طمنكم، بس بصراحة خفت تكونوا نايمين. عمي أنا الليلة بدي نام عند ماما، ما معقول أنا وسماح نكون هون ونخليك تنام عندها. إيه والله إذا هي بتقبل، أنا ما عندي مانع. أنا برأيي كلياتكم ناموا عندي، بس أنا ما بتطمن إلا إذا كان عاصم قدامي. تكرم عينك وحياتك يا ست الكل، ما راح حدا ينام عندك غيري انا. شوفوا 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 معنوياتك كيف صارت بعد ما رجعت نايا والولاد، شوفوا. ايه والله يا حبيبات قلبي انتو، ان شاء الله بتتهنوا مع بعض. يعني شو بدي لكم، انا هلا طبت ما عاد في شيء من وقت اللي عرفت انه انتو رجعتوا لبعض. نايا بدي اياك تحافظي على حازم وما تبعدي عنه اطلاقا، لانه انت صمام الامان بالنسبه له. نايا وانا كمان بدي اوصيكي، بدي اياك يا نايا على طول تضلي جنبه. هلا بيعصب بدي خلقه، شو منعمل شو ما صار بدي اياك تضلي جنبه. حازم بعيوني. تسلم لي عيونك يا رب. شو نايا صار بدنا نسمع اخبار حلوه، كلياتنا ناطرين لحتى تقلونا ولي العهد جاي على الطريق، لأنه هذا ابنكم حفيدي، بدي أحمله بدي طعميه بدي لعبه. يعني شو بدي قلك، أنا عم بستنى يا بنتي. وصدقيني بس يجي هالولد المشاكل اللي بينك وبين حازم كلياتها رح تروح، لأنه هالطفل هذا رح يكون فرحة عمركم. مساء الخير. مساء الخير. جاهزة العملية مدام؟ يعني مين هو؟ مين هو لحتى يقلع من البيت؟ يا سلمى بين الرجال ومرته بصير كتير وقليل، وإذا هن ما تصالحوا من حالهم أنا رح صالحهم. لا لازم يجي هو بالذات نفسه ويعتذر منه. على شو بده يعتذر؟ على نص الليلة اللي عم تقضيه بالاستوديو ولا على توصيلة مازن إلها؟ أيوة أنا شايفة إنه أنت عم تصف معه أكتر ما تصف مع بنتك. أنا بصف مع الحق. ليكي ماما ولا يهمك، بكرة بس يجي لهون أنا بعرف أتفاهم معه. أيوة بركي ما إجا أمي. شرفي لشوف ليلي كيف رح تحلي المشكلة بقى؟ يعني وبعدين لك أخي؟ شو قصتك انت واخوك؟ ما صدقنا حازم تصالح مع مرته، انت بتتخانق مع مرتك؟ شو انا كرام؟ احكي لي ليش متخانقين؟ قلت لك اخي نغم مدري كيف صايره. صايره انانيه وما بتحب غير حالها. لك يا حبيبي هي فهمتها. هلا بدك تقول لي شو السبب المباشر للخناقه؟ ما بعرف اخي ما بعرف، كلمه مني كلمه منها ما لقينا حالنا غير متخانقين. لا حول ولا قوه الا بالله. يا حبيبي على هالسيره. يعني أنا هيك بدي أقضيها بينك وبين أخوك خناق ومصالحة. لك يا أخي الله يرضى عليك. دخيل قلبك عن جد رجعت الفرحة على البيت برجوعك. حبيبتي وأنا اشتقت لك كتير. بدك الصراحة بغيابك ما معقول شو حسيت بوحدي. يلا الحمد لله هلا رجعتي وبنرجع مثل قبل. قولي شو عندي حكي بدنا نحكي. مرحبا شباب. أهلين أهلين مدام. كيفك ست سماح؟ طمنونا.
كيف الوالدة؟ لساتها بالعمليات. على خير إن شاء الله. كيفك أنت؟ كيفك ماما حبيبتي؟ أنا عن إذنكم شوي. خذي راحتك. خبرتي العيلة وخبرتي حازم عن قصة الحمل؟ عمفرق طريق بيوقف هالزمان، وين ابتدى وين انتهى؟ كفي بلا رفيق اتعود عالنسيان.